نبي ننتقل العضو لجنة التحكيم الثالث. سم بسم الله. بسم الله على قلبك يا احمد. بسم الله على قلبك. طيب احنا اللي باقي معنا اعضاء لجنة التحكيم اثنين، ناخذ الثالث الاستاذ عبد الله الزهراني مساعد الامين العام لشؤون المراكز بجمعية مراكز الاحياء علشان يقدم ويقيم المبادرة. استاذ عبد الله مرحبا. استاذ عبد الله معنا؟ الاستاذ عبد الله. طيب حتى نعود الاتصال فيه مره ثانيه. انا ودي انوه على نقطه ذكرتها قبل شوي ولا زلت اذكرها، فيه لا زالت قناعه عند بعض المتسابقين وعند المشاهدين ان 3000 نقطه اللي راح تاخذونها في المسرحيه او في السهره اليوم انها راح هي اللي تحقق المركز الاول او الثاني او الثالث. هذا غير صحيح اطلاقا. في فقرات ثانيه عندنا المطبخ ترى ما يستهان فيه، 500 نقطه عندنا يوميا، هذه برضه تفرق. مسابقه السعي برضه تفرق. فانا اشوف ترى في فارق كبير جدا، يعني لا تعتمدون على السهره ولا تتوقعون ان اللي بياخذ اليوم 3000 هو اللي بياخذ المركز الاول. انا اتوقع في فارق كبير جدا. طيب رجع الاتصال. الاستاذ عبد الله الزهراني مرحبا. الاستاذ عبد الله معنا؟ استاذ عبد الله الو. مرحبا استاذ عبد الله. الو استاذ عبد الله انت على الهواء مباشره، الله يسعدك. استاذ عبد الله معنا؟ اسمع الصوت، الصوت غير واضح. طيب طيب مهندسنا حبيبنا مهندس الصوت، اي الان واضح الصوت. طيب نعم. جيد استاذ عبد الله، انت راح تقيم معنا المبادره اللي قدموها الشباب في المجموعات الثلاث، مجموعه السقايه ومجموعه الرفاده والوفاده. ودي حتى نختصر برضو علشان ناخذ اكبر قدر من الوقت باذن الله. تفضل استاذ عبد الله. حياك الله استاذ ناصر، امسي عليكم ومسي على جميع المتسابقين واخوة المشاهدين والمشاهدات في عبر الشاشه عبر قناه بدايه. حقيقة المبادرات اللي عرضت اليوم وفي السهرات السابقة كانت أكثر من رائعة، يعني هي أفكار سبحان الله إنه مجموعة الشباب وصلوا لهذا المكان ثم بدوا يعملون في تجسيد الأفكار اللي تقدمها جمعية مراكز الأحياء، وفعلا وصلوا إلى مرحلة التبني، يعني إذا تشبع كامل بما تقدمه الجمعية من أعمال. وهذا يعني حقيقة بدأ جليا من خلال المبادرات اللي قدموها، وإن كان هناك مبادرتين متشابهة ولكن حقيقة قمة في الروعة، قمة في الأداء، قمة في إيصال المعلومة بأبسط أسلوب وبعبارة عبارات صغيرة. أنا حسترسل معك بس كل فريق لحاله حتى نعطي كل واحد اقل شيء جزء من حقه. تفضل. بالنسبه للوفاده حقيقه كان عندهم حاجه رائعه جدا، توضيح الفكره باسرع طريقه. حلو. طريقه سهله جدا، سلسه جدا، بل انه تعدوا هذه المرحله ونتكلموا عن المكان وتواجد المكان العرضات، وهذا شيء جميل يقدمه شباب مكه. عدد المستفيدين تحس انه الناس تشبعت الفكره من اول وهله. جيد. فأشكرهم حقيقة على هذا الأداء الرائع، هذا الفكر المبدع. أنا حقيقة عشان بس أقول كلمة حق لفريق بداية كان أو بلا صاحب لفريق مكة تجمعنا الشباب جميعا، روعة. كل ما قابلهم أجد فيهم شيء جديد، كل ما أتفرج في مبادرة في برنامج أستمتع معهم كثير جدا. أتمنى لهم كلهم التوفيق، لأنه فعلا الخاسر فيهم هو فايز. جيد. المجموعة الثانية أستاذ عبد الله. المجموعة الثانية مجموعة الوفادة، تتكلم عن صناعة ذات البين كفكرة حقيقة ممتازة. الرائع في الفكرة في طريقة التقديم انه كان هناك حميمية من احمد لبدر، الاخوة اللي بانت انه شافوا قدامه ما تحمل انه يشوفه، رغم انه كان في صوت عالي وعنف وزعل، ولكن مع ذلك كان في عنده قوة احتواء وحقيقة يعني قدر الموقف اللي هو عايشه وتحمل، وهكذا الأخوة. جيد. الأمر الثاني أبرز دور إصلاح ذات البين بشكل عالي جدا، وتجاوب فريق إصلاح ذات البين لما اتصل به ما قال استنى في العصر ومرك ولا المغرب. بالضبط. كان التجاوب السريع هذا كمان حقيقة يعني ترك لمسة رائعة في الشيء اللي قدمه. جيد. المجموعة الأخيرة. المجموعة الأخيرة طبعا السقاية اليوم. قدموها بقالب كوميدي رائع جدا، وصل الفكرة بطريقة بأسلوب حيوي وفيه كوميدية عالية جدا سريعة. أشاروا لبعض الخدمات بيقدمها شباب مكة، يعني من خلال مو بس دفع عربيات ولكن هناك خدمات طبية تقدم، إرشاد تهنئة، فهذه كانت القولبة قدموها لنا بطريقة كوميدية حقيقة رائعين الأخوان في فريق السقاية. ألخص كل ما قالوا أو ما قدموه الشباب
كان أكثر من رائع، يستحقون منا الشكر والتقدير، يستاهلون، يستحقون منا الثناء. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق. اللهم تبني الله. فكرة الجمعية حتى بدأ يسوقوا لها بطريقة صحيحة جدا، كأنهم متعايشين في الجمعية من سنين. جي جي، طيب شكرا لك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله الزهراني مساعد الأمين العام لشؤون المراكز بجمعية مراكز الأحياء، شكرا لك. طبعا قبل الاتصال الأخير أنا ودي أنوه للمشاهدين الكرام ولكم أنتم أن السهرة أو السهرات المرة راحت اللي أعلننا المجموعة الفائزة فيها كانت المبادرات مصورة خارج الموقع، لكن الوقت بدي يضيق عليكم، وعشان نعطيكم برضو أكبر مساحة ونعطيكم قدر أنكم تقدرون تاخذون بروفات خليناها مبادرات على المسرح، والأستاذ عبد الله الزهراني هو اللي راح يقيم مبادرات معنا اليوم ونتيجة المبادرات اليوم رصدت وانتهينا. طيب سعد ايش فيك كذا صدعت؟ والله ترقب بس. بسم الله على قلبك. ترقب ترقب لان احنا في جهد طيب. غير طبيعي احنا عندنا